عارفين زمان ان الناس كانت بتبقى شاعر ازاي؟ يعني واحد كده شاب كده نفسه يبقى شاعر، فيروح لواحد من شعراء العرب يقول له انا نفسي ابقى شاعر، يقوم يقول له ايه؟ ايوه احفظ 1000 بيت وبعد كده انساهم. فانت عشان تكتب بيبر كويس لازم تقرا بيبرز كتير، فدي نقطه لازم نحطها في بالنا، يعني تحفظ 1000 بيت وبعدين تنساهم، ما تقعدش تحفظهم وتسمعهم. ده هيخليك المخ والواي اوف ثينكينج في البيبرز نفس الحكايه، ان يبقى في حاجه اسمها ايم اوف ذا ورك، والايم اوف ذا ورك ده يبقى واضح، وبعدين ده يتحول لسؤال، والسؤال ده ارتب طريقه للاجابه على السؤال ده اللي هو ميثودولوجي صح، وبعدين احلل الريزلتس اللي طلعت من الميثودولوجي ده واقيم الريزلتس دي واقدر اطلع منها بديسكشن وكونكلوجن. يعني ده طريقه التفكير المنطقيه يعني. فيعني دي يعني ان شورت، انما يعني ايه شويه شويه لغايه اخر الكورس هنوصل للتارجت بتاعنا ان شاء الله. في سؤال تاني ده انا بساله لكم، وفي اخر محاضره اللي هيجاوبني عليه له جايزه. هو الثوره المصريه تاريخها كام بالهجري؟ انت يا عم بتاع الافلام حرام و... ايوه ده السنه باليوم والشهر. الله انت مش حافظ لي، عمال تقول لي 25 يناير وما اعرفش ايه والكلام الفاضي ده. طب ما تقول لي غلط غلط غلط. ها ها خلاص هديكوا فرصه لغايه اخر المحاضره. لا كده مش هتركزوا معايا، خلاص يبقى انا هجاوب دلوقتي. ها 23 صفر 1430. لا هو 21 صفر بس، يعني انت قربت، فيعني انت المفروض. طيب يعني انتوا عارفين التاريخ الميلادي دخل مصر امتى؟ افتكرتك هتجاوبي. لا دي تقرير طرحه ماشي. ايام الخديوي اسماعيل، يعني قبل الخديوي اسماعيل كان التاريخ بتاعنا، التقويم بتاعنا العادي هو التقويم الهجري، وفي الزراعه التقويم القبطي، يعني عشان الفلاح اللي هو اونه والحاجات دي. انما يعني لغايه 1875 احنا التاريخ بتاعنا التقويم بتاعنا هو التقويم الهجري، وبالتالي يعني دي برضو من الحاجات. طب هو دخل ليه؟ لا دخل مع المحاكم المختلطه. فاكرين انتوا حاجه اسمها المحاكم المختلطه؟ يعني هي كانت الاثنين ماشيين مع بعض، غيروا لنا التاريخ والمحاكم المختلطه. المحاكم المختلطه اللي هو ان بقوا ركنوا المحاكم الشرعيه على جنب، وبقت في محاكم اللي هي بتحكم ما بين المصريين والاجانب، وبعدين شويه شويه المحاكم المختلطه دي بقينا نمشي بالقانون الفرنسي. ماشي طيب، يعني انت كده يبقى انت ليك نص الجايزه خلاص، تفتكر تاخدها. يبقى هي التاريخ كام بقى؟ تمام سنة تمام. طيب زي ما كنت قلت لكم السلايد دي وريتها لكم في التوك بتاع امبارح، ان الناس بتبص لاستاذ الجامعه على انه شغلته ثلاث حاجات، شغلته انه يعالج عيانين، وشغلته انه يعلم، وشغلته انه يعمل ريسيرش. دول ثلاث شغلانات لازم يفضل حياته شغال بيها، ودي شغلانه 24 ساعه. لكن هل معنى كده ان الدكتور اللي مش في الجامعه او مش في المستشفى التعليمي المفروض ما يعلمش؟ المفروض يعلم، ممكن يبقى على سكيل اقل بس المفروض يعلم. هل المفروض انه ما يعملش ريسيرش؟ المفروض يعمل. يبقى معنى كده ان دي مش شغلانه بتوع الجامعه بس، دي شغلانتنا كلنا. يعني اي طبيب في مصر المفروض ان يبقى عنده التلاته تاسكس دول بيحققهم في حياته. كان في بيبر ديت منشوره في الجي بي جي اس، في اورجانيزيشن عندنا اسمها الاي او دي اسوشيشن بتاع الانترنال فيكسيشن، فهم دول بيعملوا كورسات على مستوى العالم، فبيعملوا كورسات في مصر وفي كل حته. فعملوا بحث يشوفوا الدكاتره اخبارهم ايه، مستواهم ايه، تمام. لقوا ان الدورات اللي بتعمل في المناطق اللي زي مصر، لو ان الجروب اللي بيحضر هيتروجينس، يعني عندهم ناس ضايعين وعندهم ناس جينيس حاضرين نفس الكورس، في حين ان لقوا في الحتت اللي هي في اوروبا او كده مفيش عندهم ناس ضايعين ومفيش عندهم ناس
جينيس، هما كله في الايه، في المينستريم. تمام، فاحنا عايزين نرجع نظبط الفاريابيليتي الرهيبه دي بحيث ان احنا نحاول، احنا طبعا عايزين يبقى فيه جينيس، يعني مش هنجيب، مش هنوكس جينيس ونجيبهم لورا، انما عايزين نطلع بينا كلنا بحيث ان اغلبيتنا نبقى في الايه، في المين ستريم. فدي نقطه لازم تبقى في بالنا. وفاكرين الاكزامبل اللي حكيت لكم عليه امبارح بتاع الجوانتيات اللي بتتخرم؟ يبقى جود ريسيرش از ا جود ايديا. يبقى انت عشان تقنعني ان الريسيرش بتاعك كويس لازم فكرتك تبقى كويسه. فكرتك كويسه يعني ايه؟ انت يو ار دوينج ريسيرش، يعني يو ار نوت انفنتنج ذا ويل، انت مش بتخترع عجله. لان هو بعض الاحيان الواحد بيبقى في الاول يقول انا نفسي اخترع دواء العين ياخده العظم يخف ويطلع يمشي بيجري مثلا. ايوه دي فكره ظريفه، بس انت كده يعني الشانسز بتاعتك انك تحقق حاجه زي كده is very minimal. انت لازم تبتدي تكمل خطوه في طريق ابتدى قبليك. فانت you are doing research، افتكر الكلمه دي. فبالتالي الفكره بتاعتك المفروض تبقى تكمله لخط ماشي وراك. تمام، تعرفين ان احنا عدد دكاتره في مصر تقريبا قربنا على ربع مليون، عارفين كده؟ يعني 240 الف دكتور. فيعني لو 10% مننا كويسين ده معناها 24 الف دكتور، ده رقم مهول، ده يكسر الدنيا. فيعني وهي ده اللي بيسموها التيبنج بوينت. يعني التيبنج بوينت ده بيبقى رقم لما يتحقق تلاقي المعادله ابتدت تتغير. يعني زي ما مثلا المعادله بتاعه الثوره ان العدد بتاع الناس الايجابيين فضل يعلى يعلى لغايه ما وصل للتيبنج بوينت ام حرك البلد كلها. فيعني احنا محتاجين نحقق في الكورسات دي ان احنا نجيب ال 10% دول. وانا لو حقق، لو حصل 10% دول احنا الطب اللي عندنا في مصر ده هيتغير. يعني دلوقتي انا كريفيور، سواء بقى انا هكلمكم كريفيور ان البيبر، يعني انا ريفيور في 6 جورنال انترناشونال وليهم امباكت فاكتور عالي، يعني من الحاجات القويه، بس انا هتكلم كبيبر مبعوتالي ببصلها او كواحد مسجل ماجستير او دكتوراه وانا رايح اناقشه. تمام، فهديكم الانسايت بتاع انا ببص على البيبر ازاي او ببص على الرساله ازاي. ودي اعتقد انها مهمه ليكم جدا، لان انت ما تفهم اللي قصادك بيفكر ازاي هتقدر تظبط نفسك. دايما ببص على الحاجه 3 مرات، يعني ده مش انا بس، يعني الريفيور بيبص على اي بيبر جاي له او اي بحث جاي له 3 مرات. المره الاولانيه دي مره سريعه، المره السريعه دي بقيم فيها 3 حاجات. اول حاجه الشكل، هي شكلها ايه، مطبوعه ازاي، الريفرنسز محطوطه ازاي، الصور ايه، اللانجويج، هل الموضوع كده باين انه نظام كوبي بيست ومهلهل ولا موضوع مترابط؟ تمام، وهل في سرقات علميه او لا. نمره 2 الكونتنت، ببص على الكونتنت، هل الراجل دوت عنده سؤال واضح في مخه بيحاول يجاوب عليه؟ تمام، وهل اقنعني بقضيته؟ يعني ايه اقنعني بقضيته؟ يعني هو حط سؤال، بس السؤال ده هوت اقنعني ان السؤال ده مهم وان السؤال ده فعلا الاجابه بتاعته هتغير وتعمل خطوه لقدام في الايه، في المعلومات الطبيه. تمام، نمره 3، طب استعمل ميثودولوجي صح عشان يجاوب على السؤال ده ولا لا؟ خلاص، وبعدين الدسكشن بتاعته عملها مظبوطه ولا لا، ووصل للرايت كونكلوجن بتاعه الاستدي ولا لا. وخلي بالكم الكونكلوجن دي، لان دي من الحاجات الخطيره جدا الناس كتير بتقع فيها بالذات في البابليكيشن الانترناشونال، ان بيطلع بكونكلوجن فيري دوجماتيك، اللي هو مثلا واحد يقول ان مثلا احنا جربنا الدواء ده والدواء ده نسبه النجاح فيه 100%. اول ما اسمع كلمه زي كده اتخض، يعني او ان السكسس ريت از جارانتييد او كيورز بيشنت. الكلام الدوجماتيك دوت في الطب او في اي علم ده شيء خطير جدا وبيستفز ريفيور، يعني يحسسني ان اللي قصادي ده جاي يكتب موضوع تعبير. انا فاكر اول ما رحت امريكا في 99، ودي كانت اول بيبر اقعد اكتبها لوحدي، كتبتها وكان السينيور عليا ربنا يمسيه بالخير دكتور اسمه دكتور كمال ابراهيم، هو مصري اصل، يعني اصله مصري وعايش في امريكا في اوهايو دلوقتي. فهو بص في البيبر كده، هو ما بيتكلمش عربي خالص، يعني هو ما كانش يحب يتكلم عربي يعني لاسباب فكريه يعني،
وبعدين قال لي انت مدي موضوع انشاء بالظبط كده. قلت له يعني ايه؟ انا بقى ايه، كان البيبر عن فراكشر بروكسيمال هيومرس، فكتبت فراكشر بروكسيمال هيومرس هذا كسر خطير جدا ويعاني منه الكثير من المرضى ويؤدي الى ما اعرفش ايه وابصر ايه، وانترودكشن بقى طويل اللي هو الكلام اللي احنا بنقعد نتعلم ان احنا نقعد ايه، كل ما تكتب عدد سطور اكتر كل ما الرساله تبان جميله كده ومبقلظه او البحث بتاعك يبان حلو. قال لي ايه ده يعني كل الكلام ده ما يعني لم يضف اي شيء. يو نيد تو سيل يور ايديا، تقنعني ان فكرتك مهمه وباختصار وبطريقه كونسايز. فدايما تو ريزيست طريقه ايه موضوع التعبير ديت. اخر حاجه بقى اللي هي النقطه بتاعه البرزنتيشن بقى، سواء بقى باوربوينت، ازاي الراجل ده بيتكلم، ازاي الست دي بتتكلم. انا عن نفسي انا مش شايف ان لو واحد اتكلم فرانكو عربي زي الطريقه ديت ده مش مشكله، ولو اتكلم عربي فصيح ده هيبقى احسن واحسن. عايز يتكلم انجليزي خالص يتكلم، بس لما يتكلم انجليزي خالص ما يتهتهش وما يقعدش يقعد يبقى منظره كده اللي هو يعني بيلزق الكلمات في بعضيها. ولو هيتكلم لغه يتكلمها بالاكسنت الصح بتاعتها، يعني ما يبقاش الاكسنت بتاعته غلط، لان ده الثلاث حاجات يبقى زي ما قلنا الشكل والمحتوى وبعدين طريقة العرض، هما دول التلات حاجات اللي الريفيور بيبص عليها. تمام؟ طيب الريفيور بقى هيبص على ايه بقى؟ زي ما قلنا انا كده زي ما قلنا احنا هنبص ثلاث مرات، وفي كل مرة الريفيور بيغوط زيادة شوية، بيشوف الامبورتنس بتاع الريسيرش كويستشن. عشان كده دكتور أسامة ما كان بيقول لكم اختار الجورنال، لازم يبقى الجورنال مرتبط بالكويستشن اللي انت هتقوله. تمام؟ عشان كده اغلب الحاجات الطبية سوفيستيكيتد فرصتها انها تتنشر في جورنال زي لانسيت زي مثلا ساينس او نيتشر قليله. ليه؟ لان القارئ مش هيبقى انترستد فيها. تمام؟ انما مثلا انا هعمل بحث عن المناظير، يبقى يا اما انشره مثلا في جورنال بتاع ارثروسكوبي، يا اما انشره في جورنال ريليتد اكتر للجوينتس، حاجات زي كده. تمام؟ نمره 2 ببص على الاوريجيناليتي بتاع الورك، هو الراجل ده السؤال ده اتجاوب عليه قبل كده ولا لا. وعشان كده ده يرجعنا لحكايه اما قلنا الالف بيت شعر اللي تقراهم وتنساهم. انت لما تقرا كتير هتبقى اورينتد، لان في ناس كتير تقول ده انا عندي نوفل ايديا هعمل كذا كذا كذا، تقوم انت داخل على باب ميد ومدور تقول له يا عم اللي انت فاكره نوفل ايديا ده قتل بحثا وخلاص، ويعني وتعرف هو كويس ولا وحش اصلا. بعد كده السترينثز والويكنسز بتوع الميثودولوجي، يعني الراجل دوت حط السؤال بتاعه وحط خطه للاجابه على السؤال ده ازاي. وزي ما قلنا الخطه دي اما كنا بنتكلم امبارح في المحاضرات بقى اللي هي المزعجه بتاعه الاستاتستكس، هل يجاوب عليه بطريقه دبل بلايندد راندمايزد بروسبكتيف ستادي ولا بكيس سيريس حسب القدرات. تمام؟ بقى كرايتيك ستايلز والايثيكال كونسيرنز. ماشي؟ طيب نخش بقى على السكند تايم، والسكند تايم دي بقى هي اطول مره، يعني اطول وقت بنقعد بقى نقرا. لو بمسك بقى البيبر بفليها بقى، او امسك الـ 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 الرساله بفليها. اول حاجه التايتل، هل التايتل عباره عن كلمه روائيه؟ ما في واحد يكتب مثلا تايتل، يعني في مره بيبر بعتت لي غالبا اللي بعتها واحد هندي، لان الهنود دايما بيعملوا يعني حاجات كده حاجات كده، يقول لك مثلا كان ايه The danger of trochanteric fracture on foot function. موضوع اساسا يعني مش فاكر بتاع بالظبط، بس يعني هو ايه حاطط حاجه، يعني ايه يا عم danger ايه وانت بتتكلم في دي مش روايه. انت بتقول لي يعني مثلا تقول لي risks associated مثلا with trochanteric fracture مثلا، او relation between foot and trochanteric fracture، يعني يبقى انت بتربط حاجه ببعضيها بطريقه scientific لكن مش بطريقه سينمائيه. نمرة 2 بتروح بص على طول على الابستراكت، رغم ان انت في كتابة البيبر الابستراكت بتكتبه امتى؟ في الاخر، لكن انا كريفيور اول حاجة بقراها الابستراكت. فانت بالتالي لازم تخلي بالك وانت بتكتب الابستراكت لازم تقول لي البيبر دي على بعضيها بقد ايه. ليه؟ لان الدكاترة مش فاضيين ومش كل الناس هتقرا البيبر كلها، هي هتقرا الابستراكت، وبالتالي لازم ابقى متأكد ان الابستراكت ده هيوصل معلومات دقيقة. ده نمرة 1 عن الكونتنت بتاعتها، وصحيحة ما فيهاش
تأليف وحشو، تمام؟ فبالتالي يبقى الابستراكت بيقول لي. طيب بعد كده بروح باصص على الانترودكشن. الانترودكشن ببساطه ان هو في الاول بيقول لي الساينتفك كونتنت اللي في الليترتشر بتقول ايه عن الموضوع بتاعي ده، ايه الحاجات اللي اتجاوبت، تمام، بحيث ان في الاخر اوصل لايه، لاوبجكتيف، يبقى اوصل للمين كويستشن بتاع البيبر. يبقى في اخر الابستراكت لازم، في اخر الانترودكشن لازم الاقي مين كويستشن. لو ما فيش سؤال واضح، وده زي ما اتعلمناه امبارح في الـ في الـ في الايفيدنس بيست ميديسن، هتلاقي ان البيبر كلها واقعه. فبالتالي لازم يبقى فيه وضوح للسؤال المحوري اللي البيبر بتلف حواليه. بعد كده هيروح مكلمني على الميثودز. في الميثودز هروح باصص الاول على الديزاين بتاع البيبر. الراجل دوت قال لي ان الانكلوجن كرايتيريا بتاعته كذا والاكسكلوجن كرايتيريا بتاعته كذا، البيبر بتاعته اتعملت في الحته الفلانيه واشتغلت في الفتره من كذا لكذا، تمام. بعد كده البارتيسيبنتس، السلايد دي انا زودتها عشان لاحظت ان انتوا امبارح ما خدتوش بالكم ايه الفرق بين الكيس كنترول والكوهورت ستادي. انتوا عرفتوا ايه الفرق؟ ها برضو واحد رفع ايده بس عشان يهرش. لا دي ليها كيس ريبورت. تمام، هي مرور لس كده يعني. هو كيس كنترول ان في عندي ناس عملت لهم عمليه معينه وناس عملت لهم عمليه قديمه وبقارن العمليه الجديده بالعمليه القديمه، ماشي. فيبقى التايم زيرو ابتدى وبقيت بقارن ما بين الجروب 1 وجروب 2. جروب 1 اللي هو فيه التكنيك الجديد وجروب 2 اللي فيه التكنيك القديم، تمام. لكن كوهرت انت بتبتدي مع الجروب بتاع العيانين دول، تمام، وبعدين تعمل لهم عمليه وبعدين تشوف الاوتكم وتقارن الاوتكم بيهم قبل العمليه. يبقى في الكوهرت انت بتقارن العيانين بنفسهم، تمام، لكن في التانيين انت بتقارنه بجروب تاني، تمام. يعني ده يعني ايه، ده تبسيط الفرق ما بين الاثنين. لان يا جماعه الحاجات دي مهمه جدا في قرايتنا لاي بيبر. يعني انا لما اقرا اي بيبر عشان اعرف هو الايفيدنس ده مديوني ازاي وعلى اساس ايه وصل لي الكونكلوجن، لازم ابقى فاهم الحاجات دي. اتفضل. ممكن طبعا، ممكن يعني المهم ان انا بقارن بحاجه ستاندرد، يعني اللي هي المرجعيه، ان في مرجعيه بقارنها. فالمرجعيه في الكيس كنترول هي مرجعيه بمجموعه اخرى من المرضى في حين او من الاصحاء في حين في الكوهرت هي المرجعيه هي نفس المريض قبل ما نتعامل معاه، تمام. بعد كده يا فندم، لا كروس سكشنال دي ما فيهاش وقت خالص. ده انا نزلت دلوقتي حالا قمت عديت الناس اللي هنا، تمام، وشفت كام واحد فيهم عنده مثلا انفلونزا، ده كروس سكشنال. ممكن اعمل كومباريزون، ما انا بقارن ما بين الاصحاء والغير اصحاء، بس ما فيهاش وقت، يعني ما فيهاش فولو اب، هي في لحظه واحده عملت كده، ماشي. يعني اللي هو يعني هو كله يا جماعه، هو دلوقتي في كام بعد، ايه هما؟ طول وعرض وارتفاع والزمان، صح؟ يعني القاعة ديت من خمس ساعات كان شكلها غير دلوقتي وغير شكلها بعد خمس ساعات، صح ولا لا؟ فالبعد الرابع اللي هو الزمن هو ده اللي بيتلعب بيه في الفرق ما بين انواع الاستاديز. لا انت كده هتدخلنا في الكلام اللي كان المفروض بيتقال لكم امبارح. ما انا عشان كده يعني انا بس عايز، لانه عشان كده امبارح كان يوم تقيل عشان يبقى عندنا البيز اللي بنبني عليها الكلام البراكتيكال، تمام. انتوا عملتوا الهوم ورك اللي دكتور عيسى اداه لكم ولا لا؟ مش دكتور عيسى قال لكم خش على جوجل وباب ميد واعملوا سيرش؟ كام واحد عمل؟ 1 2 3
أقلية. مين اللي بتقول يا دكتور؟ أه طبعا لكل الناس. أه أنا فاهم كده، فيعني صح مش أنت قلت كل الناس؟ أه لا، يبقى الهوم ورك بتاع النهاردة هو هتشتغلوا على بيكاسا والحاجات اللي هيقول لكم عليها دي نقول لكم عليها تاني، تمام؟ طيب إيه؟ بعد كده بتأكد ان الفاريبلز اللي هو حاططها في الاستادي متظبطة. يعني ايه؟ يعني مثلا لو هو قايل لي انا بقارن ما بين دواء بديه لجروب الف ودواء بديه لجروب ب، فببص على الفاريبلز، افرض ان طلع الدواء اللي بيديه لجروب الف اغلبهم رجالة وجروب ب اغلبهم ستات، لا يبقى الريزلت بتاعتك فيها فاريبل تاني غير الدواء، فيها السكس، صح ولا لا؟ يبقى معنى كده ان الكونكلوجن بتاعتك اذا هي ما وضحتليش الجزئيه دي يبقى في حاجه غلط، تمام؟ فبالتالي بروح باصص على الفاريبلز بتاعتي، ماشي؟ بعد كده موضوع البايس ديت، دي جزئيه دكتور، هي دي بقى الدكتور اشرف، مش انت هتكلموا على البايس اساسا، تمام؟ موضوع بقى الستادي سايز، تمام؟ هيقول لي انا جبت العدد ده، هو افرض العدد ده عدد قليل، يبقى لازم ابقى فاهم هو العدد القليل ده ليه، وده شيء منطقي. يعني في الادويه مثلا الكوميرشال اللي بتتباع غير مثلا حالات الكيموثيرابي غير العمليات، يعني فبالتالي بيفهمني في الميثودولوجي هو وصل للعدد ده ازاي. بقى كده في الاخر بيقول لي الاستاتستيكال ميثود، وزي ما قلت لكم امبارح الاستاتستكس احنا المفروض نعرف البيزك بتاعتها، لكن كده كده لازم تخلي واحد بتاع ستاتستكس يعمل لك الاحصاء، يعني ما تقعدش تشتغل شغلانه حد تاني لانك مش هتتقنها، تمام؟ بعد كده بنقل معاه على الريزلتس، بيقول لي والله انا طلع عندي الريزلتس بتاعتي كذا وكذا وكذا، وبفضل بايه بطريقه احس انها سموث، ويقول لي الديسكريبتيف داتا، الديسكريبتيف داتا اللي هو يقول لي انا كان عندي كذا ميل وكذا فيميل حصل فيهم كذا، الكلام ده كله، تمام؟ وبعد كده يكلمني على الاوتكم، الاوتكم داتا طلع النتائج بتاعتي كذا كذا كذا، تمام؟ الريزلتس عاده معايا ومع اغلب الريفيورز ما بنقراش فيها كتير، ما بتاخدش وقت كتير لان هو بيوصف الكلام اللي هو بيقوله، لكن الحاجه اللي مستفزه ان واحد يمط في الريزلتس على الفاضي. يعني اذا انت حطيت لي ريزلتس مش ريليتد للمين كويستشن يبقى انت بتتوهني. عشان كده مثلا نلاقي في رسائل ماجستير مثلا تلاقي البحث مثلا عن الفراكشر مثلا بتاع الفور ارم، ويقعد بقى يرسم لي جرافس عن السكس وجراف عن الجيوغرافيكس، مع انهم حاجات نوت ريليتد للمين كويستشن، هو عمال يتوهني ويضيعني، ده يحسسني ان هو ما عندوش حاجه يقولها. فدايما تبقى الريزلتس اللي انت بتحطها مش لازم تمط فيها، بس مهم تبقى ريليتد للمين كويستشن بتاعك. بعد كده في الدسكشن بيروح قايل لي بقى الكي ريزلتس اللي هو اهم حاجات، بيقولها لي بقى تاني اهم حاجات اللي هي ريليتد للايه، للمين كويستشن، تمام؟ بعد كده يقول لي انا ما عرفتش اعمل كذا نتيجه كذا، يعني يقول لي الاستادي ليميتيشن، لان ما بيقول لي الاستادي ليميتيشن ده انا بحترمه لان انا كده كده انا يعني همسكه فيها، بس لما يقولها لي وابقى عارف ان هو اورينتد بيها ده بيزود من قيمته. بعد كده بيقول لي الانتربريتيشن بتاعه، هو شايف ان الريزلت بتاعته ديت والله احنا عملنا كذا ونسبه النجاح كذا، وفي في واحد تاني حاول يعمل تكنيك شبيهه وكانت الريزلت بتاعته كذا، فاحنا قريبين من بعض او مختلفين وسبب الاختلاف ما بيننا هو كذا وكذا وكذا، تمام؟ وبعد كده في الاخر خالص ده في البيبرز دايما ان انت لازم تقول لي الفاندنج، هل في حد صرف على البحث ده ولا لا، ماشي؟ ناخد بالنا بقى احنا كده ايه، دي المره الكام، المره الثانيه، تمام؟ خليك من حاجه، انت وانت بتكتب لازم تتوقع ان هيبقى فيه ريفيجن، صح ولا لا؟ مش كده؟ والريفيجن دي مش حاجه ضدك، انت لازم تستفيد منها. كان دكتور اسامه بيقول لكم ابعت لجورنال هادي، انا بقول لك لا، انت عاده لما تكتب بيبر ابعتها لجورنال عالي، ابعتها لجورنال له امباكت عالي، تمام؟ بس يبقى متخصص في البحث بتاعك، لو ما اتنشرتش على الاقل هيرد عليك بكومنت مفيده ليك تصلح بيها البيبر بتاعتك، فانت كده هتبقى استفدت ريفيجن تظبط بيها البيبر بتاعتك، تمام؟ وزي ما دكتور اسامه قال لكم انك تظبط
الفاينل فيرجن بتاعتك كويسه وما تاخدش الكريتيسيزم بطريقه بيرسونال. يعني مثلا انا بقى مش كريفيور، انا ما ببعت بيبر عشان انشرها ويجي لي كومنتس، ايه اللي بعمله؟ بروح قريها واروح قافل الموضوع خالص واقراها تاني بعد يومين. اول مره هتقراها هتقول الراجل الاحمر، هو الراجل ما انا كاتبها في السطر الخامس، ما قراهاش ليه؟ تمام. انما تقراها تاني تقول اه صحيح. ليه؟ لان هو ريفيور اما بيقراها هو بيقراها زي اي واحد بيقراها، صح ولا لا؟ فلو هو ما فهمهاش يبقى اي واحد تاني بيقراها ما فهمهاش برضو. يبقى المشكله كانت عندك ان انت ما وضحتش الجزئيه ديت بالصوره المطلوبه. بعد كده اما يعني ترد بطريقه لائقه، ودي بقى ايه نخلي بالنا فيها بالذات في مناقشات الرسائل، لان مناقشات الرسائل في ناس يا اما بيبقى فيري سبمسيف اللي هو ايوه سعادتك انا حاضر حضرتك صح، ايوه حضرتك مظبوط، وده طبعا شيء لا يليق. يعني انت المفروض ان انت في وسط الناس اللي قاعده تبقى اعلم واحد بالتوبيك اللي انت بتتكلم فيه، فبالتالي لازم تبقى ديفندنج الثيوري بتاعتك طالما انك مقتنع بيها. فالسبمشن القوي ده، ولا في نفس الوقت يقول لك حضرتك انا لا انا شايف من خبرتي ان ما خبرتك مين يا ابني انت يعني لازم يبقى الواحد مش يعني يبقى ايه بالانسد ما بين الاثنين. تمام. ثالث مره لما بقرا البيبر دي بيبقى في عندنا فورم كل جورنال بيبقى باعتها لنا، تمام، بنملاها بحيث ان احنا يا اما بندي سكور يا اما بندي يس ونو او بنعلم. تمام. بيسالني الساينتفك كواليتي بتاع الورك ده ايه، اخبارك، الميثود ماشيه مظبوط ولا لا، والداتا الادكويت تو سبورت الكونكلوجن ولا لا. يبقى زي ما انتم شايفين لازم في ترابط ما بين الاول والاخر. بعد كده الرايتنج اخباره ايه، هل هو كلير وكونسايز، التايتل، طب رايك ايه في الابستراكت، كل واحده بنعلم يا اما بالاه او لا او بنديها سكور. تمام. بعد كده في الاخر طبعا بيسالني على ريسيرش فايليشن وعلى هل الراجل ده استعمل تريد نيمز ولا استعمل ساينتفك نيمز للادويه او الحاجات اللي استعملها. وبعد كده بندي ريتنج في الاخر وبنروح حاطين كومنتس للاديتور وكومنتس للاوثر. يعني الاديتور اللي هو صاحب المجله مدير المجله، فممكن ابعت له كومنتس الاوثر ما يقراهاش، يعني اقول له مثلا الراجل ده ضايع وما تقبلش منه حاجه تاني مثلا. تمام. ده مش هيوريها له، او ان والله ده بيبر محترمه جدا ومثلا. وفي كومنتس ثانيه الايه الريفيور بيبقى باعتها بحيث ان الاوثر نفسه يقراها. تمام. اخر حاجه عشان تبقوا فاهمين ان الريفيور ده مش ربنا، مش هو بيقرا، لا هو انت المفروض ان اي جورنال بيبعت الارتكل اتليست لثلاثه ريفيور على الاقل. يعني اما الواحد بيقرا بيبر في واحد تاني زيه في بلد تانيه بيقراها، وفي واحد تالت زيه في بلد تالته بيقراها، والاديتور بيشوف وبيقيم بيدي الفاينل ديسيجن. وفي نفس الوقت الاديتور بييفالويت الريفيورز، يعني هل هم فعلا بيقيموا البيبرز بطريقه محترمه ولا لا، لان ممكن يبقى في واحد اكسنتريك، ففي الحاله دي يقول لك خلاص ما نبعتلوش تاني، ما نبعتلوش. هل هو بيرد في وقت مناسب ولا زي ما كان مثلا دكتور اسامه بيقول لكم بيركن عنده البيبر بثلاث اربع اشهر على ما يرد ويقول الكلام ده؟ هو هل هو اوبجكتيف ولا كان بيتعامل مع التوبيك بطريقه سبجكتيف؟ يعني هل كان بيتعامل بطريقه علميه نيوترال ولا بطريقه عاطفيه؟ تمام. فدول البروسيس بتاعه اي واحد بيعمل ريفيو لبيبر او بيعمل ريفيو لماستر ثيسيس. شكرا جزيلا. اتفضل. وعشان كده زي ما قلنا في الاخر هنقعد قاعده اللي هي هقول لكم نعمل ايه بالنسبه لواحد اللي هو سواء دكتور عايز يبتدي السكه او طالب وعايز يخش في الموضوع. يعني دي قاعده اللي بقى ايه هنقعد نقول احنا بقى هنا كدكاتره في مصر نعمل ايه عشان نبتدي خطوه نمره واحد في السكه ديت. يعني تمام. فيعني ده هجاوب عليه ان شاء الله باذن الله في الاخر. اتفضل.
اتفضلي. اديها انا سرحت ما عشان البهوات مش عارفين التاريخ بالهجري. هل ينفع ان انا قبل